ربنا دابا اش غندير غنشوفو دابا شحال ديال الوقت باش تريغولي فهمتيني دابا هي وصلت لنا 90 وديجا ريغولي 90 هي فهمتيني 90 راه يعني راه تصر كتشوف غير الجراند ديالك اش من نوع واش دارك فهمتيني ولا ميديوم ولا فهمتي صافي راه خاطرك كتلقى في هذوك لي ساشي ديال كتلقى مكتوبه غامق متوسط خفيف يعني درجه ديال التحميص فهمتيني نتسناو نتسناو معاش غطفا معاش تريغولي دابا حابسه دابا راه حابسه فهمتي ريغولات فهمتي دابا ريغولاسيون اللي غتريغولي في الديماراج ديال هذا ملي طفى يعني ملي طفى على شحال غطفى لينا الطومبيراتور فهمتيني فوالا نشوفو على شحال غطفى فوالا هبطت ليا يعني غتكون هبطت في 75 76 فوالا هي ريغولات شوف ترى وصلت لمرحله ديال انها تعاود ديماري اوتوماتيك صافي دابا ريغولات يعني ديماراج اوتوماتيك يعني دابا تقدر تعرف دابا 78 فاش ريغولات لي يعني هبطات طومبيراتور على المعتاد شتيها هي 79 هي بدات كطلع شتيها بدات كطلع غنشوفوها دابا معاش غتسخن اكيد غتسخن ليا هادي عندي ديكار عندي ليكار ديال فوالا فهمتيني ولكن هاي شتيها دابا هي ريغولات هنايا ياك ولكن هاي غتعطينا هنايا تصبر هاي غادي تطلع على طومبيراتور زين خير دابا ريغولات ماشيني 87 غادي العصر 92 امبيكابل فهمتيني واخا هي خاصها تعطيني توصل فوق 95 لي نورم ما بين 85 و 92 ولكن داك ليكار ديال بيرديكسيون دينيرجي فهمتيني ديال البير دينيرجي خصها تفوت لي هاي 93 دونك راه امبيكابل امبيكابل ريغولاسيون ديال لا تمبيراتور راه كتريغولي مزيان دونك لي كابتور يعني بيان سيليكسيوني فهمتيني 94 امبيكابل امبيكابل ما نجي فين يدخل الماء بارد ونضل عصر الور صافي راه داكشي راه مزيان فهمتيني 94 مزيان يعني ما هبطت شينا طومبيراتور تنبان لينا واحد الخط شي هو يبان لينا واحد الخط لتحت هنا تحرك شوف من الفوق دير لها هكا خويا راه اللهم بارك راه الموت هذا هاكي حقاش من اصلا لا ريغولات 83 حقاش داخلها ديجا الماء ما تجي فين تعطيها هادي هاديك العاشقة سهل
كي قلنا حرك بالي هذه الكريمه اللي كنقول لها كان ماشي كشكوش كشكوش حرك مزيان دوق دابا دوق البني الكبار سير خالي امبرنيك الله يتناضي اللهم بارك هذه اللي كيقولوا لها امبرنيك ما كنتيش كتطلع هاد اللعيبات في الدار عندك لا ماتيريال وكلشي بنفس الماكينه ولكن طريقه التعامل اللي واقيله فيها المشكل دابا الكارطون حقاش كنا ديجا بدلناه دابا راه السونسيبيليزاسيون ديالو طالعه وخلي الاكستراكسيون يعني ثقيله كيما هو حلو لا لا شحال واحد غادي يقول محروقه كعرف داك الكومونتيرات ولكن جاتك خويا محروقه باش جا شي كومونتير لا لا والو والله صافي كان محروقه قول لي والله يرحمك شي حاجه يعني شفتي انت راه الاكستراكسيون يعني جات ثقيله بزاف قوا هي ولكن راه ما محروقه ما والو بالعكس حلوه قوا العجيبه ها هي الاوبيراسيون تاع قدام لو كليون راه شي راه زربانين اخويا ما تنولك واحد الطريقه حط البورت فلتر وكلشي هنا ها تحط هذه هنايا بلاتي بلاتي حبس نطاريو عاود حط تما عاود حط الفلتر ما تورقش طلق يدك طاري طاريتي فوالا هذا ورك تطلع 4 كيلو طلق صافي حيد نفخ ها نفخها ارا نشوف متراسين دوك اللعيبات شيم شيم دابا باش ناسي مريغوليا على 94 يلاه هرك دير دابا عاشق خلاص سلاش ماشي مشكل هاك داك صافي دابا الثانية على التوالي هاي مريكي ريال على 87 صرب ناضي والله إلا ناضي ها حزاء بيدك الله يعطيك الصحة فوالا دابا حنايا اش غادي نديرو غنشوفو دابا البيرفورمانس ولا لو روندمون ديال لابون فوالا انا كنخدم بواحد التكنيك ولا التكنولوجي ديالاش ديال الديسيبل فهمتيني بالسونومتر هانت باش نعرف حقاش كل ما كان لابون فيها صداع بزاف كل ما لو روندمون ديالها غيكون طايح يعني الاداء طايح فوالا لا بويسونس طايحه الاداء طايح الروندمون اون جينيرال سي او بي طايح فوالا دابا باش نعرفوا حنا مثلا ما عندناش مانو ولا كذا في لي نورم هي باش توصل ليها صعيبه ولكن انا كنعطيها لاي واحد ما خصهاش تفوت ليا 70 ما بين 70 و 80 فوالا الا هبطت كثر من 70 دونك راه سا ماش تري تري بيان كانت فوق من 70 ضربت ليا 80 وتمت غدا كدا 80 دونك راه شي حاجه انورمال علاش نورمالمون 80 ديسيبل والفوق حتى ل 85 كتعطينا هما لي بلاندر لي بلاندر هما طحانه ميكسور ديال العصير هذيك كتغوت دونك خاصني انا ماكينه ما يكونش فيها ان بومب اللي فيها الغوات ياك دابا البلاندر نورمالمون تعطيني هنا عطاني هنا شي طاح اي بيبي لاتر الا درت بحال هكا شي راه طالع شاف بلندر 80 ديسيبل يعني الصوت ديال بلندر راه كيفيق الجيران فهمتي ولا لا دونك خاصني شي صوت اللي قل منه اللي هي فاكيوم كلينر هاد الفاكيوم كلينر اللي هي المكنسه الكهربائيه فهمتيني يعني الصوت ديالها كيكون عادي دونك هاد لا بومب هادي اللي هي هاد لا بومب هادي شيها ها هي هادي كتخدم
بالفيبراسيون، عندها اون بوبينايا الفوق من هنايا فهمتيني، واحد لا بوبينايا شتيها، دونك هذيك لا بوبين تيتكري فيها واحد الشو مانيتيك، ابخي داك الشو مانيتيك ملي كيتكري صافي كيولي واحد الميكانيزم كيهرب على اليمين وعلى اليسار، كيدير ازاحه ابي ابي يعني فيها لاسبيراسيون فيها روفولمون، كتاسبيري منها وبي كترفولي منها. المهم هذا ماشي موضوعنا، هذا موضوع اخر، انا كندوي على الفيبراسيون. دونك انا باش نعرف بان لا بومب ديالي ما طيحش لها الروندمون اش كندير؟ كندير لها بحال الطريقه هادي، اش ندير؟ ها هو ياك خاصها ما تفوتش ليا 70، هانتي 70 70 وشويه، يعني خاصها تبقى تلعب ليا ما بين 60 70 كذا و 70 شوي، فهمتي؟ يعني ما توصلش ليا 80، خاصها توصل ليا 80، الا وصلت ليا 80 دوك راه بلاندر هذاك، يعني فيها الصوت فيها الغوت فهمتيني، دوك راه كتغوت، ملي كتغوت كتعطيني باللي الروندمون راه طايح ديالها فهمتيني ولا لا، الميكانيزم ديالها ولا تيدير واحد الصوت، يعني داك الصوت هو اللي كيعطيني باللي الروندمون ديالها طايح، كان طالع راه الروندمون طايح، كان الصوت خافت الروندمون طالع لانفيرس. فوالا اش غادي ندير؟ انا غادي ندير هكا ياك، رد معايا البال، هادي بلاصه العسير ياك، غندير غاوي ياك، عطيني فاكيوم كلينر شير فاكيوم كلينر شاي خدام، هيا شوف مزيان، ها كاينه حاجه اخرى، كاينه حاجه اخرى، مثلا الا هرب من الماء بدا تغوت، هاي ولات في الفود بلاندر، علاش خاوله؟ خليك ♪